شاعر عالمي في المعنى متاع أنه كتب قصائد ذات بعد عالمي، مثلا على جيفارا، على قصيدة على ذيك الهنية على فيتنام، على سايغون، كتب عن القضية الفلسطينية أيضا. دونك هذا الطابع الإنساني موجود فيه، معناها مساندته لحركات التحرر والاجتماعي والوطني. عانى هذا الرجل أيضا في حياته، عانى محنة السجن، كان مثقفا شاعرا، سجن أيضا معه الشيخ إمام بسبب أغانيهم وأشعارهم. السلطة لم تكن تستسيغ كثيرا أغانيهم، فمثلا من كان يقول عنه أنور السادات عن الشاعر أحمد فؤاد نجم أنه شاعر بذيء. في الواقع البذاءة لم نلمسها في، لا تلمسونها في شعره، ولكنه شعر جيد مبني على صور معناها جميلة جدا. ولا نحن الثنائي من لأحمد عبد الله 2010 فيلم جديد خذيت تاني دو في أيام كارتاز السينمائية في 2010، فيلم مصري بالطبع، يسرد تجربة لخالد. خالد كان غايب على بلاده، يرجع الإسكندرية ويلقى شباب متعطش للموسيقى، للجرافيتي، وثقافة جديدة قاعدة تتسرب في الأوساط الشبابية. يقولوا أن الفيلم بشر للثورة للثورات في الدول العربية. قبل ما ننسى باش نقول لكم، باش بالطبع نقول لكم فرجه طيبه، وماذا بينا تقعدونا للنقاش للفيلم، خاطر العبره هو في النقاش. باش نقول لكم حاجه اخرى، اللي عندنا راهو وقع تغيير في البرمجه، احنا حطينا برمجه، راهو الجمعه الجايه بمناسبه اليوم العالمي لحقوق الانسان باش نعديو فيلم عيد ميلاد ليلى، فيلم فلسطيني نهار الحد الجاي، ولحد اللي بعده نهار 29 ديسمبر باش نعديو فيلم 30 للمخرج التونسي فاضل الجزيري، الفاضل الجزيري، ممكن ياسر يكون المخرج يكون معانا. وعندنا تظاهرة يقع عليها، يقع الإعلام في الإبان على صفحة نادي سينما مزبرقيبة، هي تظاهرة باش نعملوها يمكن ما بين 14-15-16، فيها مع المندوبية الثقافية، بالاشتراك مع المندوبية الثقافية ودار الثقافة، يكون فيها الموسيقى ويكون فيها فيلم ويكون فيها محاضرة، وإن شاء الله تكونوا تواكبوا الأنشطة، رغم اليوم نعرف الحضور ماهوش كبيرة. ما مرحبا بكم ومرحبا بمشجعي نادي السينما. على سمتكم ومرحبا بكم ومرحبا براديو صوت اللي شجع ديما في الثقافة وديما معانا. نادي سينما قاعد يواصل في الأنشطة نتاعو، عندنا نادي سينما الطفل، معناها كل أسبوع للساعة 10 عندنا أفلام الأطفال، وعندنا برمجة خاصة في العطلة، وعندنا تويكا اليوم باش نعديو فيلم ميكروفون لأحمد عبد الله، فيلم مصري وقع إخراجه في 2010 وخذايا تحصل على التانيث الذهبي للأيام كارتاج السينمائية في 2010. عندنا الأسبوع الجاي إن شاء الله بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عندنا فيلم عيد ميلاد ليلى، فيلم فلسطيني، وعندنا إن شاء الله نهار 29 ديسمبر فيلم 30 متاع تونسي الفاضل الجزيري، يحكي على حقبة الثلاثينات في تونس، فيلم تاريخي.
لاحظنا حضور جماهيري قريب من عدد تم مرض عليك اللي هو العزوف من طرف شباب المزهرين بقى تقصير في الدعايه. والله احنا الدعايه حاولنا عنا رانا باش نقولوا عنا صفحه سيني كلوب مز بورقيبه ماذا بينا يطلعوا عليها. والله احنا نعلقوا راه في المدارس الكل في المعاهد الكل نعلقوا في الاماكن عنا في الصفحه نتاعنا عنا على الفيسبوك. اليوم بون ما نعرفش على خاطر التلامذه تعبوا من الامتحانات ومشاو خرجوا حوسوا نتصور هكاك، اما راه في العاده عنا الجمعه الاخرى عملنا فيلم عدينا فيلم خيل الله الولي العيوش مغربي كان الحضور محترم، عدينا فيلم الشهيد السعيد وكان حضور محترم. هو كما احنا والجو بالنسبه لمدام سيده حمدي يوم الجمعه صدر قرار المحكمه الاداريه بايقاف تنفيذ قرار تغيير تركيبه النيابه الخصوصيه. والله ايش نقول لك احنا نحيي حياد الاداره على خاطر بالحق بدون قضاء مستقل ما نجمو نعملو حتى شيء. نحيي القرار هذايا وان شاء الله ان شاء الله نكونوا لتكريس الديمقراطيه في تونس والديمقراطيه نصبوا لها جميعا. اذا تعتبروا القرار صفقه مرد اعتبار؟ رد اعتبار على خاطر تعرفوا انتم اللي الحاجه اللي تعملت لنا معناها مش هينه، معناها كان تصرف بالحق باش ما نقولش كلمه اخرى ماهوش اخلاقي برشا على خاطر ما وقعش اعلام خاطر كنا نتمناو تتطعم البلديه باعضاء اخرين اللي كنا نجموا نواصلوا ونخدموا مع بعضنا. صارت في نطاق نوع من المحاصصه الحزبيه ورانا راهي مش مساله اشخاص ونعاود نذكرها ماهيش مساله اشخاص، مساله قرار سياسي اللي ما يخدمش الديمقراطيه في تونس هذاك اللي ما نعيبه. اما احنا خدمنا وهما قاعدين يواصلوا في العمل اللي وصلناه احنا وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه كما قلت. قرار سياسي سبق المحكمه أصدرت 5 أحكام في نفس الموضوع ولكن تم تطبيقها، فما هي الإجراءات الترتيبية التي تنمون القيام بها؟ والله لكل حادث حديث تو نشوف الساعة ناخذ القرار الساعة بصفة رسمية وإن شاء الله نكونوا نجموا نعملوا حاجة ما نعرفش احنا اللي يهمنا كل هو المسار الديمقراطي في تونس كل راهو مش مسألة مش حكاية مز بورقيبة برك راهو انا راه في الأمور في مجموعة في معناها الشامل في مصير شعب كامل ومسار ديمقراطي كامل. لنفترض أن النيابة الحالية تقبل باش يتم تطعيم بعض عناصر من النيابة السابقة والنيابة الحالية، تقبلون العمل مع بعض؟ والله فرضيات معناها ذرية سابقة لأوانها، أما والله احنا ما راهو كأشخاص أنا راني عندي علاقة معاهم طيبة ومشيت ومدت لهم يدي كجمعية وخدمت معاهم مستعدة إذا كان باش نخدم حاجة لمز بورقيبة وصالح مز بورقيبة هم كلهم فيهم أخوتنا وأولادنا وأصدقائنا وأصحابنا ومعناها ما معنيش معناها عداوه راه مع الاشخاص، احنا على قرار سياسي اللي ما انصفش ما كانش منصف بالكل.